تقنية الخرسانة مسبقة الصب IPS. ظهر أول هيكل خرساني مسبق الصب في سنة 1950 في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها تم إنشاء معهد للخرسانة الجاهزة لوضع معايير صناعتها. الخرسانة مسبقة الصب يتم تحضيرها وصبها ومعالجتها في قوالب قابلة لإعادة الاستخدام خارج موقع البناء، وعادة ما يتم إنتاجها في مصانع تخضع للرقابة. في هذه التقنية تتم عملية البناء على مرحلتين. المرحلة الأولى تنفذ في المصنع بما يعادل أكثر من 70% من العملية، حيث يتم صب الخرسانة الجاهزة في قالب خشبي أو معدني مع شبكة سلكية أو حديد تسليح وتحويلها إلى قطع. وبعد ذلك تتم المعالجة المتكررة للقطع. ثم تبدأ المرحلة الثانية بعد نقلها إلى موقع البناء، حيث يتم تركيب القطع باستخدام الرافعات وتثبيتها في أماكنها. ليصبح المبنى جاهزاً بعد اكتمال جميع المراحل. تتميز الخرسانة مسبقة الصب بوجود فجوات رئيسية وفجوات داخلية يجعلها توفر عزلاً فعالاً، وأيضاً تتفوق سرعة تنفيذها ب50% عن باقي أنظمة البناء التقليدي، كما توفر 40% في استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للمبنى. وأخيراً سهولة تركيب الأعمال الكهروميكانيكية. يمكن استخدام هذه التقنية في الجدران الفاصلة، الأسوار، الجدران الداعمة، الأرضيات، الأعمدة، السلالم، الأنابيب والأنفاق. تقنية الخرسانة مسبقة الصب أثبتت فعاليتها وجودتها في كثير من المشاريع العالمية، وحالياً أصبحت مستخدمة ضمن مشاريع البناء والإسكان في المملكة. نبني الوطن برؤية تسابق الزمن.